ولد آزر. وكان آزر له ولد رشيد جدا، وكان اسم هذا الولد إبراهيم. وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام، ويرى الناس يعبدون الأصنام. وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة، وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع، وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع. وكان إبراهيم يقول في نفسه: لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان إبراهيم يسأل نفسه: لماذا يسأل الناس الأصنام؟